خلت الاهلي واحد وتعدي الكوره وهدف. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. لا ييأس ابدا، لا ييأس ابدا ابدا ابدا. وتنفس مستر جوزيه الصعداء وتيجي من عند احمد السيد اللي كان يعني وحشنين اتنين اتنين اتنين. واحمد السيد في الدقيقه يعني ايه يعني في الدقيقه الاخيره من زمن المباراه، وكان الزمالك كسب وكان الاهلي كسب في هذا اللقاء. وادي اتصلحت مقسومه لك احمد السيد، اتنين كل اللي في البلكونات بقى يخشهم، وكل اللي كان غضبان بنقول له احمد السيد جاب هدف التعادل في وقت قاتل عشان يخلص على امال